سوبر ماريو ميكر، سوبر ماريو ميكر ردينا صح، قلنا تشالنجز، لكن خلي تشالنجز بعدين بعدين بعدين، بنسوي الكورسات بنشوف شيء طيب، بنشوف شو الكورسات ولا بالاحرى الدروب الصعب. شو نورمال؟ من يقول نورمال؟ ناخذ ايزي شوي، لكن اكسبرت زين لازم نشوف لنا تحدي زين. ووتر ذا كروكودايل كيلر، سبيد رن. خلينا نسير نشوف في شغلات جديدة، ونشوف نسبة الناس اللي خلصونا بعد. 0% خلصوا. واو بوك كوايت ايزي اف يو دو ات رايت، بس ما حد لانه جديد. والستار رانكينج شو موضوعه؟ خلنا نشوف، ناخذنا من الستار رانكينج، نشوف الناس تسوي رانكينج، نصير نسوي رانكينج معاها، نشوف اعلى شيء ستار رانكينج. بس في جزء معين اللي هو في ابى العب الصراحه، احس في احلى جرافيك، ما عندي شيء، احب الاجزاء كلها والكلاسيك لها معزه خاصه، لكن وكتا تاكا تاكا وكتا ياباني، كيف المفروض اعرف شو معناه؟ سبيد رن 8.8% يقول خلصت. خلنا نشوف، ربما توي دشيت ترى. لازم نتصح، بركب على طول. ايوه اوكي، الوضع يبغى له تركيز، مشكلة غصب عني اني شو اسوي. مور ما فر فراري عليه ولا كيف ولا شو السالفة؟ لحظة، مشكلة يدفني دايركت، يعني ما عندي مجال حتى اني امزح مع الوضع. يعني مشكلة لازم اكون مستعجل بعد لانه ما في وقت. اوكي اوكي بس الحين خلاص استوينا خبرة. يبالي نطة كبيرة، الحين لازم ننط النطة الكبيرة، بس مش على الشوك. لا لازم يكون عندي مومنتوم. لا ترددت كبرت. يا حبيبي ايوه، يعني اوصل من غير هاي. تو الناس ما بغيت اوكي لازم يصغرني غصب.
تشيك بوين زين، مش ممكن تشيك بوين يمزح. بيرد علي؟ لا الحمد لله ما رد علي. اوكي ما يطمن بخير. اوه خلصته. بغيت اخلصه. يخرب بيته. انت اوكي الجيم الثاني رد سبيني وديزرت. رد سبيني ديزرت يعني لازم نتم نفرفر كرت كرت. نحن سايرين خلاص الجيم اظني. اظني وين بيودينا. اوكي ها ها شكرا. اوكي ما اظني هذا اصلا اروم اسوي له سبن. وابوك سوالي انه الخدعة. اوب 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 اشكرك الصراحة. تشيك بوينت. هلا نشوف. هذا شيء مفيد. مش اظني لازم ننزل. ايوه لازم ننزل. اوكي لازم ننزل. تشيك بوينت تشيك بوينت زول وز نايس. اعتقد يعني الحين هذا مال العالم 1-1. هذا اول شيء ذبحني تب لك ورد ذبحني لا يعني بكل وقاحة. اوكي ما عليه. ما في اوكي المفروض اشله وانا صغير وبعدين اطلع. انه وانا صغير على ما يبدو اروم. ايه خط النهاية قدامي ليش دخلت؟ بس سلامات. قص علي والله قص علي يعني من الصبح كنت اروح مركض وخلص. ما بيصير العالم الثاني خلاص. حلقة اليوم هاي حلقة اليوم الجيمين بس الجيمين الصراحة بس الجيمين خلاص ان شاء الله. شوف اذا بس مسلسل نسوي حلقات ثانية ان شاء الله.